وصلت الأمور إلى أن ولي العهد بدأ يضيق بالفكر الجديد في تعز من حوله، سماهم العصريين وقال إنه سيلقى الله بدمائهم، وهذه جعلت الزبيري ونعمان يفروا لحقهم أحمد الشامي وزيد المشكي، وأنا سجنت لأنني ما هربت، كنت صغير وكنت أريد يعني في 18 سنة كنت أريد أن أذهب للقاهرة للدراسة، ما كانش عندي، حبسني. في هذه المرحلة نشأت علاقة متينة بين الفسيل وعدد من رواد الحركة الوطنية في اليمن، واتسعت لاحقاً لتشمل كبار قياداتها ومنظريها وعدداً من سيرافقونه في مسيرته النضالية والثورية. لكنه لم يكن يدرك بأن نتائج تلك العلاقة الوطيدة التي ارتبطت بينه وبين أبرز رواد الحركة الوطنية في اليمن، القاضي محمد محمود الزبيري والأستاذ أحمد محمد النعمان، ستعرضه إلى محنة السجن، وسيعرف عواقب العمل السياسي التي ستكلفه سنة كاملة من عمره في أولى محطات اعتقاله وهو لا يزال في 18 من العمر. في السجن تكون عندي رأي إنه بدون أن تكون الحرية للجميع لا ينفع أن تكون حرا في مناش عبودي، يعني أنت قريب من ولي العهد فأنت آمن من أن لا يصيبك شيء، أنت بعيد يمكن أنت في موضع العبودية. فكان عندي فكرة أنه لابد أن يكون هناك حرية للجميع إذا أردنا أن نحقق حرية. ديمقراطية لا يمكن أن تكون على يد الطاغية، الطاغية لا يمكن أن يكون ديمقراطي، الطاغية الطاغية.